ادريس شنو العائلة؟ بن رابح. بن رابح، وانت رابح ان شاء الله في الدنيا والاخرة ان شاء الله. هو ايضا يدخل الاسلام الحق لاول مرة. طبعا هذه شفتوه في المقطع الاول، هذا شاب مغربي كان على المذهب المالكي والان دخل في دين الشيعة. عنده سمعته ايش قال؟ انا في الاول كنت مالكي، يعني الشاب هذا كان على المذهب المالكي اوكي، بس الشيخ هذا الشيعي قال له ضروري ينطق الشهادتين. شهادتين ايش؟ طيب وكان يصلي ويصوم موحد. شوفوا المقطع. فقل يا اخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم لك الحمد، الرجال أسلم، نطق الشهادتين. يعني الشهادتين هذا اللي نعرفها احنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خلاص لا نطقتها دخلت في الإسلام. طيب في غيره؟ لا لحظة شوفوا شيء يزيد يكمل. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، ولي الله، ولي الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين، حجج الله، حجج الله. يا صديقي أنا الذي أعرف والناس كلهم يعرفوه أن الشخص إذا شي يدخل في الإسلام ينطق شهادتين مش أربع شهادة. يعني تخيلوا لو أن عربي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أستسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هيقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ابن عمي ولي الله وأن فاطمة بنتي حجة الله. يا أخي ما احنا نعرف أن الشهادة ثنتين، ما لكم أنتو نأتي توجدين؟ لا وريت والله أن هي شهادتين مدري أربع شهادات هذه وبس. لا اسمعوا الشهادة هذه: أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر، وعثمان، وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. يا صديقي هذه ما هي شهادة دخول الإسلام، هذه شهادة خروج من الإسلام. ما هو الخبر؟